السلام عليكم وأهلا بكم. معنا النهاردة امتحان مهم جدا، هو امتحان على الوحدة الثالثة، امتحان لمراجعة شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي. الامتحان من الكتاب المعاصر صفحة 180 و181، ونبدأ مع بعض. Choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة from A, B or C من الثلاث اختيارات A أو B أو C. We need good نقط to grow good plants. محتاجين أكيد بذور جيدة عشان يقدر ننمو نباتات جيدة، يبقى seeds بذور، ما ينفعش books كتب ولا bags ولا شنط، يبقى we need good seeds to grow good plants. Number two, some seeds بعض البذور are big and light، بتبقى كبيرة في الحجم وخفيفة جدا في الوزن، زي نقط on water زي float بتطفو على الماء، ولازم تبقى ايه خفيفة جدا عشان تقدر تطفو. The plant roots جذور النبات grow يعني تنمو under the soil تحت التربة. We can't see them well، احنا ما بنقدرش نشوفهم طبعا عشان هما under the soil تحت التربة. السؤال التاني، وصي العمود ايه بالعمود بي؟ reeds need a lot of water، البوس بيحتاج الكثير من المياه، they grow near the rivers مفيش غيرها، هما بينمو بالقرب من ايه من الانهار. there is not much rain in the desert، لا يوجد الكثير من المطر فين في الصحراء. plants there don't need a lot of water، اكيد النباتات هناك لا تحتاج للكثير من الماء، بتتلائم مع البيئة المحيطة بها. plant a lot of trees too يعني ازرع الكثير من الاشجار to get clean air عشان يبقى الهواء نظيف او تحصل على هواء نظيف. plants have millions of cells، النباتات لديها ملايين الخلايا، the cells are very small، هنا الخلايا صغيرة جدا جدا جدا. بالنسبة للسؤال الثالث، رتب reorder the words يعني رتب الكلمات to make correct sentences عشان تكون جمل صحيحة. roots grow under the soil. Why do ليه why do؟ عشان أداة استفهام فعل مساعد ثم الفاعل. why do plants need، لماذا النباتات بتحتاج water and sun light، لماذا النباتات بتحتاج ايه الماء وايه وضوء الشمس، يبقى why do plants need water and sunlight and sunlight. السؤال الرابع، read and fill in the gaps with words from the list، يعني اقرأ وامرأ الفراغات بالكلمات اللي من القائمة دي، جيب لي أربع كلمات وثلاث فراغات نقرأ ونكمل. my friend Slim likes farms and plants، صديقي سليم بيحب المزارع والنباتات. He likes the nut color، يبقى the green color، بيحب اللون الأخضر. Of the leaves الأوراق. He likes to use، هو بيحب يستخدم the nut to grow، يبقى أكيد the water، بيحب يستخدم المية to grow لكي يزرع new plants نباتات جديدة. He waters the plants، هو بيروي النباتات. Every day كل يوم. The nut grow under the soil، اللي بينمو تحت التربة. The roots الجذور بتنمو تحت التربة. ده بالنسبة للسؤال ايه الرابع. طب نكمله، my friend becomes very happy، صديقي بيصبح سعيد جدا when there is a flower، لما الزرعة بتاعته بتنتج زهرة. السؤال الخامس، read the passage يعني اقرأ القطعة and answer the questions، واجب عن الاسئلة. امل lives in a village، تعيش امل في قرية. near the river بالقرب من النهر. farmers grow many fruits، يزرع الفلاحون الكثير من الفواكه. and vegetables والخضروات. there هناك for us to eat لينا عشان ناكله. they grow onions بيزرعوا الايه البصل. tomatoes الطماطم. and rice والارز. farmers grow apples الفلاحين بيزرعوا كمان التفاح. and oranges والبرتقال. to ايضا there are a lot of plants يوجد الكثير من النباتات. near the river بالقرب من النهر. plants near the river النباتات بالقرب من النهر. need تحتاج a lot of water الكثير من الماء. سؤال اول، plants near the river يعني النباتات بالقرب من النهر don't need
لا تحتاج الى توب ووتر؟ لا طبعا. اقول هي بتحتاج، لكن نفال الجمله، قال لي لا تحتاج، تبقى الاجابه خطا. فارمرز جرو فود فور اس تو ايت، الفلاحين بيزرعوا الطعام لينا عشان ناكله. اكيد طبعا، ترو. وير داز امل ليف، اين امل تعيش؟ في اول سطر. امل ليفز ان ا فيليج نير ذا ريفر، في قريه بالقرب من ايه؟ النهر. يبقى امل ممكن احط بدلها شي ليفز، عشان هنا ليف وداز اخليها ليفز. هي بتعيش، شي ليفز ان ا فيليج، بتعيش في قريه. near the river، بالقرب من النهر. What do farmers grow near the water؟ يعني ماذا يزرع الفلاحون بالقرب من ايه؟ النهر. هقول they grow، هم بيزرعوا many fruits، الكثير من الفواكه. and vegetables، والخضروات. ده بالنسبة لسؤال القطع، بيجي لي true false او تشوز، يا اما اختياري يا اما صح وغلط، ثم انسر اجب. لازم اعرف ان وير بتسال عن مكان، ان وات بمعنى ما او ماذا. السؤال السادس، بانكت ويز ذا فولوينج سنتنس، اعد ترقيم الجمله الاتيه. بابايز از ان ايجيبشن بلانت، البي لازم تبقى كابيتال في بدايه ايه الجمله. از ان ايجيبشن، الجنسيات كابيتال، ايجيبشن مصري، بلانت نبات. طب في نهاية الجملة فلو ستوب، عرفنا ازاي ان هي جملة؟ عشان هي بدأ باسم اللي هو نبات البردي. وكده يبقى حلينا امتحان مراجعة الوحدة التالتة من مراجعة شهر نوفمبر، وان شاء الله هنحل امتحانات مراجعة الوحدة الرابعة وامتحانات مجمعة الوحدتين. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله هسيب لكم في صندوق الوصف اسفل الفيديو قائمة تشغيل، فيها شرح المنهج، فيها اهم الامتحانات، فيها شرح الباراجراف، فيها ازاي تحل القطعة. ونتقابل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.